السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على المسالك والطرق التي تؤدي إلى جامع الجزائر، ونستعين بخرائط جوجل، وسوف نوريكم كل الطرق اللي هي معمولة، يعني اللي تمت يعني إنشاؤها، والطرق اللي راهي قيد الإنجاز. إذن الجامعة راه يعني أنا نشوف الجامعة هنا، ما عندنا طريق هذا كان موجود من قبل بناء الجامع، لكن تم ازدواجيته. هذا من جهة الخلفية تاع الجامع، نشوف الازدواجية تاع الطريق هذا هنايا، وهذا الجزء هذا تم إضافته من حتى المدخل نتاع الطريق السيارة منا، وداروا المحولات هذو اللي نشوفوا فيهم هنايا. هذا إذا طريق جديد يجي من الجهة الخلفية تاع المسجد ويروح باتجاه الحراش أو سانك ميزون أو باتجاه الدار البيضاء. هناك طريق آخر كذلك، هذا هنايا من رونبوان هنايا يروح هنا باتجاه شارع طرابلس، ولاحظ هنا بناء الجسر فوق وادي الحراش. المفروض الجسر راه واصل الحق حتى حق هنايا لحد الخطوط نتاع السكك الحديدية، مش شوية، لأن الصور هذه عندها قديمة، عندها شهرين. إذن الصور هذه عندها شهرين، وهنا لاحظ أن الأشغال هنا مازال مكتملتش، وهنا يكون فيها ما بين هذا الخط وهذا الخط نتاع الجسر يكون فيها هنا محول كبير. وهنا كنشوف نقيس الطول نتاع الجسر، هنا هذا الجزء هذا فيه حوالي 490 متر. إذا الجسر هذايا مازال يزيد يروح من هنا حتى شارع تريبولي، حوالي نزيدو حوالي 200 متر. نشوف الجزء هذا زائد الجزء هذا هنايا، يعني في حوالي 700 إلى 800 متر الجسر هذا. وكاين طريق آخر اللي راه معمول هنا، كاين طريق باش محول هنا، باش اللي يجوا من هنايا من الجهة هذه يطلعوا يعاودوا يرجعوا من المحول هذا. هذا سي سكون ابل ان يو تيرن بروجيكت، سي ان يو تيرن عنده شكل يو. اذا هذا هنا في الصورة غير مكتمل، لو في الحقيقة هذا الطريق هنايا مكتمل، لأن الصورة عندها شهرين. إذا يعاود يرجع منا ويعاود يدخل لهنايا، من هنا يعاود يجي نحو الجامع. نزيد هنا عندنا مقر نتاع الحافلات، عند المدخل ديالو من هنا، من هنا تحت الطريق هنا، وهنا الموقف نتاع الحافلات اللي يؤدي الى الجامع. وهنا من هنا في هذه الخطوط هنا عندنا من هنا مدخل بالجهة، مدخل نحو الباركينج نتاع السيارات الموجود تحت السوسول نتاع الجامع. ومازال عندنا طريق آخر هنا، نشوف الأشغال نتاع ممر علوي أو جسر مشاة، نفسه كما هذا، نفس الجسر راه قيد الإنشاء. إضافة على ذلك عندنا طريق آخر راه الأشغال
فيه مازالت هنايا هذه الجهة، هنا راهي الجهة معربة باش يكون طريق مزدوج يجي منا، وتم هنايا تنقيس من هذه هنايا إدارة مقر نتاع كوسيدار نتاع المكاتب نتاع كوسيدار. هنا كان السور هذا الجدار نتاع المقر كان يتبع الطريق هذه، لكن هما نقصوه وعاودوا يعني بور اميليوري لو تراجي نتاع الطريق، يعني بتحسين الطريق من هنا. هذا الطريق مازال ما اكتملش ويكمل لهنايا، وعلى حسب ما نشوف المشروع هنا يكون فيها جسر اخر، هنا يكون فيها جسر اخر ياخذ الطريق هذا نحو من هنا، يتصل بهذا الطريق نحو شارع جيش التحرير هنايا لافيني لايلان. اذا هنايا باش يوصل الجامع الى شارع جيش التحرير. وهنا نشاهد جزء من الطريق هذا راه قيد الانشاء هنايا، نشوف بان الطريق هذا راه هنايا قيد الانشاء. فاذا هذا الطريق هذا راح يتوصل بهذا الطريق لهنا اللي باش يلحق حتى على مستوى الرومبوان هذا المحول هذا. اذا هذه هي الطرق اللي بنيت حول جامع الجزائر لتسهيل الولوج اليه في اوقات الذروه، وكذلك كاين اضافه الى المركن تاع السيارات الموجود تحت الجامع عندنا مركن اخر هنا سوف ينجز على في هذه المساحه هذه يكون فيها موقف للسيارات. اضافه الى هنا عندنا من جهة الخلفيه نتاع المسجد عندنا هنا مقر للحافلات، هنايا كاين مركن للحافلات هنايا للناس اللي تجي باتجاه الحراش باتجاه مدينة المحمدية هنا. إذن هذه هي كل المسالك والطرق التي تؤدي إلى جامع الجزائر، والسلام عليكم.